اتسرقني يا عمدة؟ أنا طول عمري شغال معاك وحساباتي كمان مظبوطة. لا، ما قلة الذمة مش بمعاد، ورقك مش مظبوط وحسابك ناقص. ناقص؟ كتير. عارف يعني ايه كتير يا بكر؟ بكر عمره ما مد ايده على مال مخلوق ابدا يا عمدة. وعمدة البلد شايفك حرامي، وبدل الزفة والفرح تبقى جرسة وفضيحة. وقت الحجز مستنياك وبكر طلع حرامي. عارف يعني ايه حرامي؟ ادي انا عمدة البلد، والكلام اللي اقوله مفيش مخلوق يكذبه. ايه يا عمدة؟ ده الورق والحسابات. الحسابات حسابات تاني، وانا اللي هطلع اقول للبلد جاي يحاسبني التقيته حرامي. عشان كده العمدة صرف نظر عن نسبه، قلت ايه تبقى حرامي والبلد كلها تزفك وتتجرس، ولا تجيب العروسه لحد الدار هنا ومن غير مهر كمان، لا خمس فدادين ولا خمس قراريط ابو العروسه. قلت ايه؟ اختار اختار يا بكر. وتحقيق ومركز واللازم منه انا ما عنديش مانع. لا لا عمده مش هيقبل. حتى لو قبل انه يطلع حرامي يبقى العمده هو اللي رفض نسب، ويبقى ما فيش مخلوق كسر للعمده كلمه. صدقني يا عمده مش هيقبل، ده هيجي حد هنا ويقطع ايدك ويبوسك. لازم يبوس. وفاهم ايه؟ انه هيفلت من تحت ايد العمده. ولا غفير نعمل ايه حضره العمده؟ تطلع من هنا طوالي على ضربك، تسمر قدام بابه، عينك ما تنزلش من عليه، تشوف مين داخل ومين طالع، وتيجي تديني تمام وتديني خبر باللي بيقرا. حاضر حضرة العمدة. اسمع، خد معاك اتنين رجالة من الغفر، فتحوا عينيكوا على الآخر، فهم؟ أما أشوف يا بكر، أنا مستني يا الفرح
فضايح. ايه مرضيش ياخد الورق؟ طلع انصح مني ومنك، مرضيش يخبي حقي في دوار العمده. يبقى مفيش غيره يا مبروكه هو اللي يشيل حقك وترتاحي. مين يا ام مسعود؟ اللي فلاف. اللي فلاف؟ ايوه، عمر ما يخطر على بال العمده ابدا ان حقك مع راجل البلد شايفاه مجنون. بعد كل اللي عمله معاه العمده، وعلشان اللي عمله معاه العمده هيشيل ورقك جوه عليا مبروك. اصلك ما انتش عارفه ايه اللي جوه اللي فلاف من يمه العمده والبلد. عارفه يا اختي، راجل كبير العمده مبهدله، كل يوم والتاني مجرجره في الحبس وطالع الغفر وراه. بس بقى مش هيخطر في بال العمده ابدا انك شايله ورقك معاه. اللي فلاف. طيب مين؟ بكر. بكر؟ ادخل يا بكر، بقالك مدة ما عتبتش الدار. دار صاحبك اللي كنتوا دايما تسهروا فيها وتتسامروا. ادخل يا بكر ادخل. جاي تقولي الحقيقة اللي مش قادر قلبك يشيلها؟ يا ستي بودي، أهل الدار لهم عندي كلمتين. أنا عارفة تهت أدمك ونفسك. زين اتغدر بيه يوم فرحته. أنا قلبي حاسس إن حد كلمت له في الدورة جار البير. مين؟ بيتهيألي إنه العمدة. شفته كده كان بيجري في الدورة. بكر صدقيني، لو اني متاكد من اللي انا شفته كانش دي بقى حالي. بس بيتهيألي ان العمدة وجايلي ليه دلوقتي؟ بدي رايح ضميري. ولا تحلل التمن اللي قبضته قصاد نفسك؟ انا لا قبضت تمن ولا هقبضه. ليه؟ العمدة غدر بيك انت راخر؟ لا، بكر هو اللي مش عايز يغدر بنفسه، وكمان مش هقعد في بيتي عشان انا ما نسيتش زين صاحبي لحظه واحده. ايه هتسيب شغلك ومش هتناسب العمده؟ الله اعلم الايام اللي جايه اكل العيش بتاعي هيبقى فين ومنين وازاي. ايه اللي في دماغك يا بكر؟ العمده فرحه اخوه يوم الخميس الجاي، وانا خلاص مش شايف البلد دي لا فرحة ولا حتى أكل عيش ليه. أرض عندك ازرعها. لا خلاص يا ست بوادي، أنا كريت البلد دي، حتى يومة العيش اللي هتيجي من وراها هتبقى مرارة جوا حالي. هتمشي؟ رد علي. أنا كنت جاي أقول لك بس أنا إيه بتعبني وخلاص قلتهولك يا ست بوادي. بكر علشان ما يبقاش زين اتغدر بيه وصباح من بعده وبكر هيجي عليه الدور، سيبيني أمشي. الله أعلم العمدة هيغدر بمين بعد كده. سيبيني أروح لحالي يا ست بوادي. سيبيني. العمدة كان لابد لك في الدرة يوم فرحك يا زين. اروح للعمدي؟ ايوه يا امين. يعني عقلت وعقلك رجع لك في راسك. اسمعي بس اللي بقولك عليه، عاوزك تروحي للعمدي وتراضيه بكلمتين وتطمنيه وتفهميه انك انت هتلاقيني دماغ صباح على الاخر، ومش هتسيبي بكر الا نوافق على الجوازه دي. اصالحه يعني؟ حاجة زي كده. كنت عارفة انك هتعقل يا بكر. عاوزك تفهميه كل كلمة قلتها لك يا أمينة، ولما ترجعي أنا هقولك على كل حاجة، ما
بس المهم دلوقتي انك انت تطمنيه على الاخر وتفهميه ان كل حاجه هتتم في ميعادها. كاتب الكتاب الخميس الجاي زي ما هو قالها ببقه. كلامك يخوف. لا انا لازم اعرف ايه اللي بيدور جوه دماغك. قلت لك لما ترجعي هفهمك على كل حاجه. اختي ما تريحني يا راجل انت، كلامك عمال يتقلب يمين وشمال كده ليه؟ المهم دلوقتي انك انت توصلي لحد العمده وتفهميه كل اللي انا قلته لك، وتقولي له كمان ان بكر هيجي لك لحد عندك برجليه وهيزف لك بنته للعبد بايديه. يلا هم. ولو اني مش فاهمه حاجه لكن لازم اروح عشان اعرف ايه اللي جوه دماغك. ايه اللي في دماغك يا بابا؟ زي ما انت عارفه يا صباح، هنمشي، هنسيب البلد للعمده ولاخوه، هنسيب الظلم الاهل والناس، هنسيب البلد والاهل والدار والصحاب. صعبان عليك الدار والبلد واهلها؟ الدار جواها عمري وعمرك وعمر اخواتك يا صباح. كل حتة في الدار دي فيها يوم من عمر ابوكي، والبلد كل شارع فيها وكل دار فيها اصحابك ومعارفك. بتفوتي عمرك اللي راح ده كله وتسيبيه ورا ظهرك لقبل ما ترتاحي. الظلم يا صباح بيحلم البني ادم انه يدفن في التراب اللي نفسه يدفن فيه. لو نقدر نقف وش العمدة يابا. لا عاد ينفع ولا أنا كمان عدت قادر. خلاص قفلت علينا احنا الاثنين، يا البنت يا ابوها. لازم واحد فينا يضحي ويدفع الثمن. قالي بنفسي يا عمدي، قالي بنفسي هعقل البيت. وباك انت عارفه كويس يا عمدي، تلاقي بس حد لافف عقله كده بكلمتين. انا طولت بالي عليك كتير قوي، بس بالك انا عارف وين كويس مين اللي ضر دماغه. فهمتوا يا عمدي؟ فهمتوا ما الناس صالح للبوادي ولا باللي ضر ازاي؟ انا لو قرصت عليه ههرسه. لا يا عمدي، لمهما كان راجلك وطول عمره معاك وهيفضل راجلك. انا بس عايزاك تهدي. ايه هو احنا نقدر على زعل العمدي؟ المطلوب انسى كل الكلام اللي قاله باكر ده مش عارف هو بيقول ايه. حد يقول للعمدة لا؟ وزي ما قلت يا عمدي، كتب الكتاب يوم الخميس. امين. سيب بكرة علياني يا عمدي، انا قادر اعدل حاله. حد يكره فرح بنته؟ حد يكره الفرح لبنته يا عمدي؟ ولما تكون رايحه تدوري العمدي بالك. انا عشان الكلام اللي بكرة داير بيه في البلد ده كنت خلاص رجعت في كلامي، مفيش حتى اراك للبنت. لكن عشان خاطر جايتك لحد هنا خلاص انا مسامح. الخمس فدادين مهر صباح. يلا ان شاء الله ما لحد حاوش. تشكر يا عمدة، ان شاء الله يا رب يخليك كده. يا باكر حد يزعل العمدة؟ وصدقني يا عمدة ما حد هيزف صباح لحد الدار هنا الا باكر وبنفسه. مين اللي جايلنا في انصاص الليالي دي؟ انا مسامح. اتفضل خوش ارتاح. خير؟ كنت عاوزاك في كلمتين يا عم الفلاف. امور حق مبروك. مش فاهم. العمد عايز يبلاح. قعدت افكر اشيل مع مين الورق دي. تشيل حقك عندي؟ مش بدل العمده ما يبلاحه، والعمده مش هيجي في دماغه ابدا ان الورق دي عندك. فكره ولا يجي على دماغ مخلوق ان حد يشيل ورق مهم زي ده؟ حدا مجنون. انا قلت للافندي يشيله معاه بس خاف من العمد. امسك امسك. وانت مش خايفه؟ ها من ايه؟ ما انت عارفه ان انا ليا حق عند العمد. وانت هتاخد حق مبروك بذنب العمد؟ ايه ده انا شايله حداك امان، هتسرقني يعني؟ امسك يا عم الفلاف امسك. حد شافك وانت جايه؟ لا، وانا كمان مش عايزه مخلوق يعرف بحكايه الورقه دي. وانا مجنون؟ اطمن عم الفلاف.
انا مش عايزه اعوق. طيب اتفضلي انت. الف سلام. خلي بالك يا عم الفلاف. الف سلام. والله ولفت الايام وجه ورق الارض والبير في يدك الفلاف. تسلم ايديك يا مبروك. ايه العمده؟ ده الكلام اللي قاله بكر. قال اتهيأ له ان هو شاف العمده لابد لاخوكي في الدره ليله ما اتغدر بيه. اتهيأ له؟ والعمده؟ طب ازاي؟ ده الكلام اللي قاله. لا يما الكلام ده لا يود ولا يجيب. انا حاسه ان جوه بكر حاجه هو مش قادر يقولها، والا ما كانش جالك. جالي علشان يقلق امك وياكد شكي في العمده. لا لا. ايه؟ بكر هاجج وسايب البلد. ايه هاجج وجواها الحق متعلق وما اقدرش امنعه؟ عايز يحمي نفسه ويحمي اهل بيته من العمده. واخويا واني وانتي والبلد. قلتلك عايز يحمي نفسه من العمدة ومش دريان، مش دريان باللي فيه امك. وانا مش هسيبه. هتعمل ايه يعني؟ همنعه. هطلع اصرخ والم على البلد كلها. نعمة نعمة لو كان هو عاوز يهج يقول الحقيقة الاول قبل ما يهج. نلملم ايه يا بكر؟ نلملم هدومنا وخلقاتنا يا امينه. هدومني؟ ليه؟ بدك بلاد ربك واسعه. ايه نسيب بلدني؟ بلد الظلم والعمده ما هياش بلدنا. لملم الخلقات. ايه وايه اللي وداني للعمده ورايدنا دلوقتي نمشي؟ بنتك اقول للعمده ان بكر هيمشي؟ يلا همي النهار مش هيطلع علينا هنا. وهنروح فين يا ابن الناس؟ هنبعد عن البلد دي خالص. نبعد عن البلد دي خالص؟ غربة ايه دي اللي هنحط رجلنا فيه؟ الغربة بقت وسط الدار وبقت في وسط البلد. بينا بينا لم الخرجات وصح العيال. هتروح فين بكم اللحم اللي في رقبتك دي؟ ربك ما بينساش عبيده. وان كان بنتك تقعدي هنا اقعدي وهتعيشي برضه. مش عاجبك تعيشي هنا روحي عيشي في الدوار عند العمده تخدمي وبرضه هتعيشي هناك. اعقل يا ابو الولاد. مش هعقل خلاص. مش هعقل ولا عاد فيا عقل. الصبر الصبر يا راجل. مش هعيش في بلد ولا جبال. مش هستنى لما العمده يطلعني حرامي في وسط الخلق. مش هستنى لما بنتي هي اللي تدفع الثمن. بينا يا بنت الناس من بلد اللي ما بقاش فيها جبان يبقى حرامي. ايه عملتي ايه مبروك؟ ما كانش مصدق نفسي ان ورق الارض والبير في ايده. كان يا اختي كان بيستني اليوم ده. يا سلام اني اول مره قلبي هيحكى ويرتاح. قوليلي ما حد سال عني؟ لا اطمني. العمده مشغول ببكر وامينه مش عارفه في ايه بيتم. في ايه يا ماما سعود؟ امينه جايه تدور والخوف ماليها. مصير يا اختي المستخبي يبان. اللي اوله باطل اخره باطل. حق زين بيروح ويتنسي مع الايام. الجوازه دي اصلها غريبه وما تطمنش. ماما سعود هو هيغسل سنك يزلق بكلمه كده ولا كده عن الارض والفلاح؟ ايه وانا مصلحتي ايه يا مبروك؟ حرصي يا اختي في الكلام. مش عايزه مخلوق يضرب الحكايات دي. ده اللي كان يفقدها لساني من لغلوغ. ان شاء الله يخليكي لي. وهو حقي ورق الارض بعده عن دوارك يا عمدة. اما شوف بقى اخرتها معاك ايه. صباح بقى عندك حاجه تانيه؟ لا يا وانت امين اطلع لها كده واعملي لك همه وطلي في الدار لتكوني ناسي حاجه هنا ولا هنا. يلا
اللي جاي يا امين. استني هنا انت والولاد لحد ما اقلب الباب والطريق. استنوا كده. استنى يا رب. خير 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 يا باكر. غفير متسمر قدام باب الضهر زي ما يكون مستني طلعتي. يا لهوي غفير، يبقى العمدة عارف ايه اللي في دماغك يا باكر. ومش بعيد تلقي الغفر مالية البلد كلتي ومستنيين امينه وباكر، وتبقى الليله ملهاش اخر. اسكتي. ما انا همشي يعني همشي، لو حاطط قدام كل دار غفير همشي. اعقل يا باكر اعقل، ما حدش هينفعنا بغربتني، واهل البلد مش هيدوك نشان عشان هنمشي. وانا كمان مش عايز حد من اهل البلد يقول عليا الفلاف تاني، ولا يقولوا ان الراجل ده خاف من العمدة. غفر، هو ايه مكتوب عليا العمدة والغفر بتوعه يا خل؟ صباح، السحابة كده من ناحية الباب الوراني، وطربي بعينيك لا يكون حد واقف كده ولا كده. حاضر يا رب. طب انا الغفر في كل مطر بيناها هتمشي على اوضه الحجز. ايه اللي انت بتقوليه دي يا امينه؟ فالله ولا فاهم كنت الحجز ده ايه؟ مفيش حد. يلا يبقى حلو. يلا هني لو لولا بقى الباب الوراني كل حاجه. يلا نلحق نمشي قبل ما حد من البلد يشوفنا. انا خايفه على غفر العمده. غفر العمده تاني دلوقتي؟ فالله ولا فعلك. يلا صباح، خد اخوتك في ايديك. يلا كل حي يشيل له حاجه. يلا يلا وتعمل. يلا العزل كمثل السبع مانونات، يقعد ويرحل وهو في الحال مبيان. ولزومه ايه اللسان كان جبن هيان، لو كنت تنطق يشقشق في العلالي فك بنوبك الاجر يلي قص ملح بس. يا عمدي طول بالي بس ازاي بعد عملية السودة دي؟ تروح برجليها لطربة وادي؟ انا ذات نفسي مش مصدق الحكاية دي. انا لو بس اطول الورق بتاع البئر والارض اكتب كتابك وانا مطمن. يبقى نستنى بقى لحد ما موال بكر وبنته ما يعدي زي ما انت قلت. قلبي واكلني يا عبد، قلبي واكلني. خلاها تعمل العملية السودة دي جايز تجنن وتعمل اي مصيبة تانية. يبقى خدها بالراحة الاول يا عمدي. لا ما تخافش، انا مش هعمل حاجة، انا عايز بس اطول الورق ده لاجل ما البير والارض يبقوا تحت كميني. انما لو عصلجت انا هطول الورق غصب عنه. ايوه ما بينا قبل ما تخش في النوم، يعني عيني مش هتغمض يا عبد الا اذا نمت والورق ده في جيبي. تعال تعال. عبد انا مش عايز ام الغيب تحس. تعال
أنا ما سمعتش ردك علي. في إيه إن شاء الله؟ في الجواز ولا البير والأرض؟ شوف أنت إيه اللي هيريحك. الاثنين يا عمدي. لا ما ينفعش، هي حاجة واحدة بس. ما تقولي على اللي في دماغك، أنا تعبانة وعايزة أنام. بدي أرتاح يا بنت أبويا وأمي. ارتاح من يمة الورق. مش كنت برضه ناوية تطلعي لأهل البلد بالورق عشان تطالبي بحقك؟ وأنت هتمنعنا ظن. مش همنعك، الورق فين؟ هظبط وأرن عليك الفرق. خلاص يا مش هفوتك ولادك إلا والورق معايا. الحقوني! خلاص الحقوني! العمدة عايز يخطب حق أخته مناعي. ملوتك يا غالية، لا في جواز ولا في عرض ولا في بير. أنت عايز تفضل مخوف الناس بالبير عشان تحكم البلد. الورق في البيت. مش هتقدر، مش هتقدر يا عمد، مش هتقدر تحكم البلد بالكذب. اخلصي اخلصي قطع لسانك. مصير البلد كلها تعرف ايه حكاية البير دي. الورق فين يا بنت؟ ورق؟ ورق ايه يا عمدي؟ لعني هبل عشان اخلي الورق هنا في الدوار. ريح روحك يا اخويا انت والعبد، الورق مش هيني. مش هنا؟ امال فين؟ اتباعوا. اتباعهم؟ كلام ايه اللي بتخاف فيه البدر؟ ارضي وبيري، انا حره، بعتهم ومستنيه يقبض الثمن. كده هتقوم ورا عمدي. انقط الاوضه، فتش عن الورق. طه مشي بكر، مشي. انا اللي قلت له يمشي، يبعد بعيد. انت يا عم الفلاف. يعني كنت عايزاه يقعد لما العمده يهرسه هو وعياله لحد ما يقول اللي شافه، لحد ما يقول لاهل البلد كلهم اللي حس بيه. محدش هيجيب لك حقك الا ايدك. عارفه يعني ايه ايدك؟ العمده قالها لي، قال لي كل حاجه هو بيضربني عنده في الدوار. اه يعني لا اللي بيقول قادر ولا اللي شاف نافع. محدش هيجيب لك حقك الا ايدك يا اخت زين. لاين علي منعم. نعم بكر لو قعد يا اخواتي هيبقى الفلاف تاني. بكر لو قعد هيدفع الثمن الف. اني قلبي واجعني برضه زي كده على حق زين، بس بكر لو قعد هيدفع الثمن بنته. ايه وامال ايه؟ سيبوه يمشي يا ناس. ايدي عاجزة مش قادرة اعمل لفلاف. بدي كلمة بكر ولا حد من أهل البلد لأجل ما تقول الحقيقة وتسند أختك. أختك ما بقتش قادرة يا زين، ما بقتش قادرة. Thank you.
بتسرسب مع الخلق يا شمندي، واحد ورا التاني، وانا مش قادره غير ان اقعد واتفرج. هاين عليا اطلع على البدل العمده وما اسيبه الا الروح طلعت. لعمل العمده ما اخدش زين لوحده، اخد ناني وانتي. مش عارفه اتصرف ازاي يا شمندي، الدنيا كل يوم والتاني بتضلم في عليا. مش عارفه الاسك رجلي ما خدت فيها عدوها. طبعا مش عارفه اولها فين واخرها ايه. انا كاني اول مره بشوف اهل البلد وناسها، كلها في الحنك، يا خايف يا ساكت يا هربان منها. وشمندي لا بقى عارف يسكت ولا يخاف ولا يتوه جوه التوه. يا نعمة بقيت مش عارفة سكتنا هتبان امتى يا شمندي. مش عارفة مش عارفة يا رب. الورق فين؟ انطقي. فتش يا اخويا زي ما انت عايز، الاوضه قدامك. خبط على اختك في انصاص الليالي عشان تخطف حقها. يا بنت تتكلمي، ما قلت لك اتباعوا. الله، اتباعوا ومستنيه يقبض الثمن. اتباعوا؟ اتباعوا عشان ترتاح يا اخويا ويرتاح اخوك هو كمان. مطلوب بالعمده يخيل عليك الكلام الخايب ده. خلاص امبش زي ما انت عايز، الاوضه قدامك، حق وبعت ومحدش له صالح. مبروكة. أنا عايزة أنام، عايزة أقفل عليا باب أوضتي. يبقى تتكلمش. ماني قلت لك كلامي سمعت. والله أنا بعت البير والأرض، ملكي وأنا حرة فيه، وأنا كمان مانيش عايزة ملك لا بير ولا أرض عشان ترتاح أنت وأخوك. العمدة عايز صالحك يا مبروكة. وأنا ما بديش حد يشوف صالحي. أنا أعرف أشوف صالحي كويس. الأوضة قدامك يا عمدة، فتش فيها زي ما أنت عايز يا أخوي. مش هتلاقي فيها غير جهازي، جهازي على زين من ليلة كتب الكتاب. لو يلزمك خده هو كمان. يا أخوي كنت فاكرك جاي تسألني إيه اللي تعبني، مش جاي تخطف حقي. كلامك بقى غويط أوي مبروكة. بس بالك، ورق الأرض والبير مش هيفوت ايدي. بينا عرض. تصبحوا على خير يا اخواتي. هتجنن يا عرض، هتجنن. ما تسمعش كلامها يا عمدي. مبروك اللي هتفرط في ارضها كده. مين في الناحيه بحالها ولا في البلد كلها قادر يهوب ناحية أرضها ولا يشتريها زي ما بتقول؟ دي أرض العمدة. طب الورق راح فين؟ تلقاها أنت وياه في أي حتة لأجل ما يبقى بعيد عن إيديك وإيدي. أيوه يعني راح فين؟ مش بعيد تكون متويها عند حد من أهل البلد. نعم أهل البلد، ويدور العمدة يلفلف على البيوت يفتشها ويفتش جيوبهم عشان الورقة مبروكة. هتجنن هتجنن، عقلي حيواني. لا، والبنت طلعت واعره ولا ما تهش عن بالها ان العمده حيفتش عن الورق. عارف مين يدلك على سكه ورق مبروكه يا عمدي؟ مين؟ ام مسعود. ايه؟ عارفه سرها ومعها خطوه بخطوه. اهدي بقى العمده يسال ام مسعود عن ورق مبروكه. انت تسال الجن الازرق. المهم يا عمدي الورق ده يبقى تحت ايديني، ولا نعرف هو فين ولا مخبيه عند مين. الامر لله. اسال ام مسعود. مرضيش يبقى لفلاف تاني. كان العمده
عايز يلهف بنته ويخليه لفلاف تاني. مرضيش. انت بتتكلم عن مين يا لفلاف؟ عن بكر. مرضاش يبقى لفلاف تاني وتتغمزوا وتتمقلسوا عليه يا بلد زي ما بتعملوا معايا. انت بتقول ايه يا لفلاف؟ بقول اللي سمعته يا اخويا. بكر مرضيش يبقى لفلاف تاني وهج يا اخوانا وساب البلد. فهمت يا اخويا ولا ما فهمتش؟ ها؟ يا حادث العمدي، يا حادث العمدي. خبر ايه يا حادث؟ بكر يا حادث العمدي. ماله بكر؟ ما بقاش في داره ولا حد من عياله، والناس بيقولوا ترك البلد وهج. ترك البلد وهج؟ بيقولوا العيال مش هيرجعوا الا اذا الظلم خلص من البلد. تتكلم عن ايه يا راجل يا مجنون انت؟ عن الارض اللي مش عايزه تشيل عيال، والعيال اللي مش قادرين يعيشوا على ارضه. بكر مشي. مشي؟ ايوه مشي. مرضيش يبقى لفلاف تاني، خاف على عيال، لا يدهسهم العمده كده زي عيالي. اسكت اسكت يا مجنون انت، ما تخرفش ما تخرفش. بيقولوا ان العيال هيرجعوا لما الظلم يخلص من البلد. طيب قولوا لي انت، الظلم هيخلص من البلد امتى؟ هيخلص من البلد امتى يا كذاب العمد؟ قال مش هيرجعوا الا اذا الظلم خلص من البلد. طب قولوا لي الظلم هيخلص من البلد امتى؟ يبقى صح، كان ملعوبهم يلعبوا علينا بكرة يا عمدة زي ما قلت لك. ما لقيتش أمينة وسط الزرع بعد الكلام اللي قالوه لي وقالوه لك هنا. أقول إيه للبلد وأهلها؟ ولا كلامي هيكون إيه بس يا عمدة؟ الله عبد، كان عبد كلامه كتير. كلامي يتعاير به العبد يا عمدة. نزل زرعه وبنته ما رجوش من العبد. لا، حد يقدر يقول الكلام ده؟ وما نقوله إيه بس يا عمدة؟ ده نقوله أكتر من كده. مش بعيد الكلام يجرجر بعضه وسيرة زين تيجي في الموضوع وتبقى الحكاية حكاية. لا لا، سيرة زين ده ايه؟ محدش يقدر يقول الا الكلام اللي حدده العمدة. معلش، هو قدر يغفل الغفر اللي نايمين على ودانهم ويهرب، لكن كلك هيجي على دماغه. عبد، اطلع خد كم نفر من غفر، فتش البلد حتة حتة وكل البلاد اللي فرحنا. أكيد حد هيكون شافه. أيوه، هيروح فين يعني؟ أيوه، بس ده مولي من عشية يا عمدي. يعني إيه من عشية؟ ده خارج معاه أهل داره وشال حاجاته، يعني مش ممكن يروح لبعيد. اسمع، أنا عايزك لما تلتقيه مش عايز يرجع البلد ماشي على رجليه، لا، اربطه في الكاريتا واسحلوا على وشه لحد ما بتدور هنا. هم هم يا عاد. ماشي يا بكر، اما وريتك. على فين يا عم؟ العمده بيفتش على بكر. طب احنا مالنا؟ لا هي مشت بكر بالساهل، الناس هتتكلم والعمده اول. واحنا مالنا بس ياما؟ احنا مالنا ازاي؟ انت ناسيه ان اخوكي كان السبب في اللي بين بكر والعمده؟ وهو بكر ساب البلد ومشي، وساب الحق متعلق في رقبة اصحابه. لا سكت ولا اتكلم، والبلد كلها عايزة تعرف بكر طفش ليه. مفيش مخلوق هيصدق يابا. وانا كمان مش هسيب العمدة ينهش في سيرة بكر ويطلع نفسه بريء ويضحك على البلد بكلمتين، ولا يمكن يتهم الراجل الغلبان اللي هج ومشي وحط الكلام جوه صدره. أبا استني يابا، العمدة بعت غفير يدور على بكر في نواحي البلد كلها، ويمكن يعترض على بكر، وساعتها الكلام مش هيبقى مش هيبقى صحيح. لا، المسألة مش يعترض على بكر. لا يا نعمة، المسألة العمدة وبكر. سبت البلد وهربت ليه؟ ده الكلام اللي هيقوله العمدة
وانا لا يمكن اسيب العمده، لازم افضحه قصاد البلد كلته. زي ما تكون الارض انشقت وبلعته يا عبد. الارض انشقت وبلعته؟ مفيش مخلوق شافه يا عبد. يا فرحتي وفرحة العمدة بيكوا يا غفر. ورايا تسم انك له، ده انتوا حسابكم مع العمدة ملوش اخر. ساب البلد وهج ولا سرقني وطفش؟ دي اخرة المعروفة خال، دي اخرة المعروفة ناس. بكر، بكر اللي كان متمرغ في العز وخاري مغرقه وعامله بني ادم وسطيكوا، انتوا تتمتع على فلوسي ويسرقني؟ وانا اللي كنت مديت له ايدي لاجل مناسبه وبجهز الدوار لاجل ما بنته تتجوز فيه. معلش، احنا فضحنا خلاص. طب زين بقى هو اللي شاب بكره وهو بيسرق؟ زين هو اللي شاب بكره وهو بيسرق؟ معقول يا ناس؟ وسمحت وقلت معلش، غلبان خليه وعفى الله عما سالف. طب كان عايز ايه تاني؟ عايزك تسيبه في حاله يا عمده. بوادي بركه اللي جيت، اديك عارفه بقى ايه اللي كان بين زين وبين بكر. اخرس اهدد. لا حد يرد عليها، خل حد يقول لها بكر فات مطرحه وهرب ليه؟ بكر كان في داري قبل ما يرحل يا عمده. ساب ليش فلوس معاكم؟ ساب لي دموعه وساب لي اكل عيشه ومهر بيته، التمن اللي حبيت تدفعه له يا عمده. تمن ايه يا بوادي؟ تمن دم زين. أنا طول عمري بدفع. الله، مش شغال حداها ناس من زمان؟ من قبل البير ما اخطف ابنها ولا بكر يزوق فيه؟ كلام ايه ده يا ست بوادي؟ طب ده الناس كلتي كانت بتحسب بكر على اللي هو فيه. بوادي ده تتكلم في دم زين؟ طب بكر يكن ناسي ولا ما هوش عارف دم زين في رقبة مين؟ كان يروح يبلغ الباندا حتى حاشو. طب اهو هرب اهو، محدش واقف له. كان يروح بلغ. الله، رد عليها الخال. العب بهم زي ما انت عايز، اضحك عليهم. انا اللي اضحك عليهم ولا بكر لف دماغك بكلمتين وضحك عليكي زي ما ضحك على العمده؟ سرق فلوسي ومهر بنته وهج. طب ما انت عارفه ان بكر كان حاطط عينه على زين لاجل ما اخده لبنته صباح. يوه، قول فضحي اكتر من كده بقى. كان رايد زين لبنته؟ يوه، كل ده بيحصل وما حدش فاهم حاجه يا اهل البلد. يا ريته كان ميل على بكر وبنته، ما كانش تجرجر زين وحصل اللي حصل واتغدر بيه. طه، ابنك اتجرجر واتغدر. روحي شوفي بقى مين اللي جرجره وغدر بيه وهرب. يلا يلا غفر انت وهو. الا بوادي مخاطة، الولاد اتجننت بس انا عذرها، ممكن على فلوسي؟ انا هعرف اطولها من دارها. يلا يلا غفر انت وهو. يا كلب كلب، ايه الكلام الفارغ اللي بيقوله العمدة عن بكر ده؟ يلا يا واد انت وهو، روحوا من هنا دلوقتي. يا مصطفى، خد بايدي يا مصطفى. كلب كلب سعران واللي حسبته لقيته. تعالي يوم. تعالي يا حبيبتي، تعالي ارتاحي. زمن الراحة خلاص خلص يا نعمة، ما فاضلش غير أيام ما تعرفي فيها الحق من الباطل، والعمدة عمال يخلط الحق بالباطل زي ما هو عايز، والبلد بتتفرق وتسكت زي ما يكون عارف إن بكر هيهرب ومرتب الكلام وحافظه كلمة كلمة. كلب دايري بعطر في حق أخوك على الخلق كلتها وأولهم بكر، وطلع بكر حرامي ومد إيده، ما بقاش البير لوحده، لا ده بقى البير وبكر الهربان. حق أخوكي متعلق في رقبة بير وراجل هربان. يما اللي زي العمدة دوت مش محتاج غير شوية صبر. خلاص ما عدتش طايقة، كان بيتهيألي أمسك في زمارة رقبته ما سيبهوش إلا وهو خلصان في إيدي. يما مفيش قدامنا غير الصبر. ايوه الصبر.